يعطيكم العافية. نحن اليوم بالفيديو على ما أظن رقم 5. بعدنا عم نكمل مثل ما شايفين بالجيومتري بموضوع التريانجل سوم لاب. اليوم أنا بعثت لكم على الجروب إنه بدكم تجربوا تحلوا هذا الاكسرسيس اللي هو رقم 16 بصفحة 223 مثل ما شايفين بالجيد. طبعا نحن بدنا نجرب نعجل شوي ونخلص هذا الموضوع. هلا اذا جينا قرينا الدولناه بهذا الاكسرسيس لاحظوا قايل لي انه عندنا س هي سيركل عندها سنتر او وعندها الريون ايجال تروا. طيب فاذا هذه السيركل سنتر او والريون اللي لها ايجال 3 سنتيمتر ومعنا خبر انه سيجما او ام ايجال 3 راسين 5 هيدا او ام ايجال 3 راسين 5 سنتيمتر. بعدين كمان قايل لي انه ام او هو تانجنت للسيركل سي عند الا. اذا طلعنا بالفيجور بنلاحظ انه هيدا الام او تانجنت للسيركل سي مثل نسمي انه هون سيركل سي. فإذا الام او تانجنت للسيركل سي عند البوان ا طبعا لازم نقول دغري انه هيدي الزاويه 90 درجه لانه هيدا التانجنت. اول بارتي سوري ثاني بارتي دو ا يعني اول جزء اللي برهن تريونجل ام ا بي و ا دي بي انه انسومبلابل. طيب طلعوا بالصوره تريونجل ام ا بي هيدا هو تريونجل الكبير وال A D B هيدا A D B لازم نوصل السجمون A D. طيب هنجيب المسطرة ونوصل ال A مع ال D. فإذا هيدا التريونجل A D B صار مبين. كيف بدنا نبرهن هول الاثنين تريونجل سون بلابل مثل ما اتفقنا هذيك المره؟ واليوم برجع بذكر انه انا حاشتغل بسرعه رح جرب كون عم بختصر كثير بالاجابه بشرط انه انتم تكتبوا السوليسيون من بعد ما تحضروا هذا الفيديو بالتفصيل مثل ما حاشرحهم هلا. فاذا بدي برهن الام ا بي وال ا دي بي سون بلابل مباشره بتطلع بتريونجل ام ا بي. اذا سالت حالي شو نوعه تريونجل ام ا بي ريكتونجل عند ال ا لانه هيدا التانجنت للسيركل. اما تريونجل ا دي بي هل بده يكون ريكتونجل ولا لا؟ طبيعي اذا بده يطلع سوم بلابل. طيب اذا هيدا ريكتونجل فاذا ال ا دي بي بده يكون كمان ريكتونجل حتى يصيروا سوم بلابل. طيب فاذا بتطلع بتريونجل ا دي بي شو النتيجة اللي له؟ واضح انه الانجل ا دي بي منقول عنا انه انجل انسكري بالدمي السيرك دونك ا دي بي ايجال 90 درجه. فاذا صار عندي اول انجل ال ا دي بي ايجال للام ا بي هات لنكتبها انه الام ا بي ايجال 90 درجه. ليش؟ لانه الام ا هو تانجنت للسيركل سي عند البوان ا وبالتريونجل ا دي بي الانجل ا دي بي ايجال كمان 90 درجه. ليش؟ لانه انجل انسكري طبعا انسكري وين؟ بالدمي سيركل. فاذا لحد هلا في عندنا انجل ايجال انجل. الانجل الثاني اذا جينا نفتش عليها ببين دغري معنى انه الانجل بي هيدي هي نفس الانجل بي بال ا بي دي اسمها ا بي دي وبالتريونجل الثاني اسمها ا بي ام دونك هيدي انجل كومون. يعني بيجي بقول انه ال ا بي دي ايجال ا بي ام. ليش هودي ايجال؟ لانه اصلا هي عباره عن انجل كوما. هلا انا قلت لكم ما حاكتب بس معلش هي البارتي كتبت الاجابه دغري وراها حنقول انه دونك صاروا الاثنين تريونجل
semblable, يعني جاوبنا على السؤال. نكتب وراء هودي انه الور صاروا الاثنين تريانجل سومبلابل لانه عندنا اثنين انجل ايجو. بارتي بي اي اللي برهن انه ام بي فوا دي بي ايجال هالقد. منين بدنا نجيب هيدا البرودوي ام بي فوا دي بي؟ طبعا هو فوق ما طلب مني اجيب الرابور دي سيميليتود، قال لي بس برهن سومبلابل. نحن بنعرف انه من اهم خصائص التريانجل سومبلابل انه عندهم التراكو تي بروبورسيونال، يعني اي اثنين تريانجل سومبلابل فينا نلاقي دغري مباشره ريلاسيون بنسميها رابور دي سيميليتود، ومن خلال هذا الرابور ممكن نجاوب على هيك اسئله. بس يطلب مني برهن انه هذا البرودوي ايجال ترانسيس. طيب فاذا هيك لحتى نجرب نكتب الرابور دي سيميليتود، قلنا انه هذا الرابور، معلش انا مضطر اكتبه كمان، بسمي اول تريانجل عزوقي، اول تريانجل اسمه مثلا ABM، بقول ABM على تاني تريانجل بنسميه عزوق اول تريانجل. يعني انا اخترت الاسم لاول واحد ABM، الثاني بدي رتب الاسم حسب الانجل ايجو. فاذا الA بالABM، الA هي الزاويه 90، مين الانجل دروات بالA دي ام هي الدي، فاذا تحت الA بقول دي. طيب البال اللي بالتريانجل ABM مين بيساويها بالتريانجل ABD؟ البي هي نفس البي لانه هي الانجل كمان. طيب فاذا اول واحد ABM، الثاني دي بي، مين بقي عندي بالتريانجل ADB؟ بقول دي بي، بقيت الا، فاذا الا حتكون تحت الام. هيك بنكون سمينا تريانجل حسب الانجل ايجو بطريقه صحيحه عشان يطلع معنا الرابور دي سيميليتود صح. طيب كيف بنختار الكوتي؟ بنقول اول شيء ا بي، يعني اول حرفين على اول حرفين دي بي، بعدين بي ام، بي ام على بي ا ايجال اول واخر حرف ام على اول واخر حرف دي ا. طيب هذا الرابور دي سيميليتود جبناه، هو قايل لي بالضبط برهن انه ام بي فوا دي بي ايجال هالقد. فاذا بدي اختار اثنين رابور فيهم الام بي والدي بي، فاذا هذا الرابور بيحتوي على بي ام هي يعني ام بي، وبدنا الرابور في دي بي. اول فراكسيون لاحظوا فيها بتحتوي على الدي بي، فاذا برجع بقول انا عم باخد هول اثنين فراكسيون ا بي على دي بي ايجال بي ام سور بي ا، وهون اذا عملنا اكس مولتيبليكاسيون بيطلع معنا دي بي فوا بي ام ايجال ا بي فوا ا بي. اذا بدكم ا بي اوكري معناته دي بي فوا بي ا بي ام ايجال ا بي اوكري. قديش الميزور للأ بي؟ نحن اتفقنا بالدوني انه السيركل عندها الريون ايجال 3 سنتيمتر، دونك ديامتر ا بي ايجال 3 بلس 3 ايجال 6 سنتيمتر. بنعوض محل الأ بي 6 اوكري يعني ايجال فعلا 36، هذا الشيء اللي كان بده اياه برهنه. بنتقل على بارتي 3 ا، بدنا نلاقي الميزور للكوتي ام ا. طيب يعني نحن بدنا المزور لهيدا الكوتي MA. طبعا لنجيب ال MA فينا نستخدم اذا قدرنا الرابور دي سيميليتود، او اذا بدكم بمعزل عن الرابور دي سيميليتود طلعوا بالكوتي MA، هو كوتي باي تريونجل ريكتونجل، واضح انه ال MA هو كوتي بالتريونجل ريكتونجل MAO. طيب يعني اذا رسمت تريانجل ام ا او لحاله، لاحظوا هيدا تريانجل ام ا او، هيدي الانجل ا 90 درجه لانه الام ا تانجنت للسيركل. بدنا قديش الميزور للام ا، ومعنى انه الاو ا ايجال تروا لانه هو عباره عن الريون للسيركل، بيبقى انه الاو ام قديش عطينا اياه؟ لاحظوا بدهم
طبعا نحن عم نحل السؤال بدناش ننسى انه معنى الميزور للاو ام، وبالتالي الاو ام هي 3 راسين 5. فاذا السؤال بسيط جدا، معنى تريونجل ريكتونجل، معنى 2 قطه، بدنا الثالث. بنستعمل تيوريم دو بيتاغور، بقول ام او او كاري، لاحظوا الابتنيوس او كاري ايجال ام او او كاري بلس ا او او كاري. فاذا بنقول هيدي التيوريم دو بيتاغور. هلا منعود الام او او كاري هي 3 راسين 5 او كاري، فاذا ايجال ام او او كاري، نحن عم نجيب الام او، فاذا هيدي ام او او كاري بنخليها بلس ا او او كاري 3 او كاري. باختصار هيدا بس نعمل بوسونس 2 ل 3 بتصير 9 ولا راسين 5 بتصير 5، يعني 45 ايجال ام او او كاري زائد 9. فاذا ام او او كاري من الاخر 45 ناقص 9، فاذا 36. الور ام او ايجال راسين كاري 36 يعني 6. هيك بنكون جبنا قديش الميزور للام او. هات لنحط على الفيجور انه طلعت معنا الام او ايجال 6. طبعا اليونت تاعنا نستعملها سنتيمتر. طيب لحد هلا جاوبنا على بارتي دو ا بي و 3 ال ا. هلا 3 بي اي اللي برهن تريونجل ام ا بي انه هو تريونجل ريكتونجل از ا سيل. لاحظوا طلعوا تريونجل ام ا بي، شو نوع هذا التريونجل؟ واضح انه هو ريكتونجل عند ال ا. مرقت معنا باول بارتي ب 2 ا، يعني لما برهنا السونلاب الواضح انه ال ا هي انجل روات. دونك تريونجل ام او بي ريكتونجل عند ال ا. طيب مبدئيا هو ريكتونجل، يعني شبه جاهز هذا البارتي من السؤال. هو اي اللي برهنه ريكتونجل از ا سيل، يعني المفروض يطلع لنا 2 قطي ايجو. طيب هلا بعدنا جايبين ال ام ايجال 6. طيب قديش طول ال ا بي؟ هو الديامتر 3 بلس 3 ايجال 6. دونك ام ايجال ا بي بلس انه عندي زاويه 90 درجه، فاذا صار تريونجل نوعه ريكتونجل از ا سيل. باختصار بقول انا معي خبر انه ام ايجال 6 هلا جبناها، ومعنا خبر انه ا بي ايجال 6 بدنا للسؤال لانه الريون ايجال 3. فاذا ام ايجال ا بي ايجال 6 سنتيمتر. ولكن نحن مبرهنين انه الام ا بي هو تريونجل ريكتونجل، يعني ام ا بي الانجل ايجال 90 درجه. واضح ليش؟ لانه اذا بدكم بتقولوا ام ا هو تانجنت للسيركل سي عند البوان ا، فاذا 2 كوتي ايجو مع زاويه 90، دونك تريونجل ام ا بي هو فعلا نوعه ريكتونجل از ا سيل. هيك بنكون جاوبنا على البارتي 3 بي. بتمنى انه كل واحد يقرا السؤال كثير منيح، يسمع السوليسيون اللي عملناه، يكتب كل بارتي مثل ما حكينا بالضبط. لنشوف شو بدنا هلا بالبارتي اللي بعدها. البارتي اللي بعدها هي بارتي 4 ا. عم يقول لي برهن انه د هي مليو لل ا بي، سوري، برهن انه د هي مليو لل ام بي. طلعوا بالفيجور، بدنا نجرب نبرهن ليش البوان د هي مليو لل قطه ام بي. فاذا هذه البارتي 4 ا، هل د هي مليو للام بي؟ ليش؟ هذا السؤال. بدنا نطلع بالسؤال، بدنا اياه بالفيجور. ليش بدها تطلع د هي مليو للقطه ام بي؟ فاذا إذا لاحظتوا إنه D كأنجل هون ADB هي إيجال 90 درجة، قلناها لأنه أنجل إنسكريبل دمي سيرك. يعني بسألكم إذا D إيجال 90، شو منقول عن الـ AD؟
بالنسبة لل M B طالما ال AD هو perpendicular على M B يعني ال AD هو auteur فإذا ال AD auteur يعني هو طلب مني برهن ال D هي milieu لل M B إذا بدي برهن ال D هي milieu يعني مفروض يكون ال AD ميديان طب ما هو auteur هلا وأنا بدي برهنه ميديان لتصير ال D milieu فإذا بده يكون هو نفسه auteur وميديان وين بيجتمعوا مع بعض الأوتر والميديان؟ وين بيكون الأوتر هو نفسه الميديان؟ طبعا بتعرفوا انه بالتريانجل ايزوسيل. طيب بسألكم شو نوع تريانجل AMB؟ بتقولوا لي هلا برهنناه هون انه هو ريكتانجل ايزوسيل. مين السومي برينسيبال؟ هي الـ A. فإذا AM إيجال AB مبرهنة ومعنا خبر ADB إيجال 90 درجة، دونك الـ AD هو الأوتر. الور AD هو كمان ميديان لانه تريانجل ايزوسيل فاذا صارت الد هي الميليو تبع الام ب فاذا هيدا الشيء لازم تكتبوه انتو هيدي البارتي 4A بنقول بالتريانجل ريكتانجل ايزوسيل ام ب الاد هو اوتر ريلاتيف على الام ب لانه الاد ب ايجال 90 درجه انجل انسكري الور الاد هو بنفس الوقت ميديان دونك د هي ميليو للام ب صار فيني احط اشاره انه د ام ايجال د ب هيدي 4 ا خلصت 4 ب قايل لي الان هي السيمتريك للا بالنسبه للد فاذا ان هي بوان سيمتريك للا بالنسبه للد هات لنرسم لبوان ان مضطرين نمحي فاذا لبوان ان سيمتريك للا بالنسبه ل د شو يعني؟ يعني د حتكون هي الميليو للا ان دونك بيجي بكمل انا هذا الكوتي او السيجمون ا د شوف قديش الـ AD بياخد قدو على الجهة الثانية بشرط انه تصير الـ D هي الميليو فينا نستعمل كومبان بهي الحالة يعني AD بدها تكون إيجال للـ D N فإذا هل الـ point N سيمتريك للـ A بالنسبة للـ D السؤال هو شو الناتور للكادريلاتر A, M, N, B. طيب. هيدا تقريبا الكادريلاتر A, M, N, B. شو نوعه؟ بدنا نطلع بهذا الفيجور ونجرب نشوف شو نوع هيدا الكادريلاتر. معودين نحن بهيك انواع من الاسئلة نبلش parallelogram بعدين ننتقل rectangle بعدين لوزونج اوقات اوقات نوصل على الكاري طيب اول شيء بسال حالي هل هيدا parallelogram بالبدايه اول ايتاب هل parallelogram يعني هل عنده مثلا واحد من الاحتمالات انه اثنين دياجونال عند نفس الميليو شوفوا اذا سالتكم مين دياجونال لهيدا الكادريلاتر بيطلع معنا انه اول دياغونال هو الـ AN والثاني دياغونال هو الـ MB طيب مين هي D بالنسبة للـ AN D هي ميليو للـ AN سبب بارسيمتريك مين هي D بالنسبة للـ MB برهنناها نحن قبل شوي انه D هي الميليو بس ما كتبناها دي هي الميليو للـ MB دونك الـ AN والـ MB عندهم مين ميليو هالشي بيعني انه هيدا الكادريلاتر parallelogram مبدئيا طبعا ما ولكن هي الزاوية 90 درجة حكينا عنها كتير فاذا parallelogram plus angle 90 degree بصير نوعه rectangle plus هيدا الريكتونجل المفترض إذا سألنا قديش عنده اللونجر 6 الـ MA إيجال 6 قديش عنده اللارجر AB يعني كمان 6 فإذا اللونجر إيجال لارجر أو عندي اثنين كوتي كونسيكوتيف إيجو يعني MA إيجال AB فإذا بطل ريكتونجل صار كـ
كاري. فإذا مشينا بالتسلسل التالي برجع بعيد برهنه باراللوغرام لأنه اثنين دياغونال عندهم نفس المليو. رجعنا قلنا أنه عندنا أنجل دروات فإذا صار ريكتونجل. رجعنا قلنا أنه عندنا اثنين كتة كونسيكوتيف يعني ام آ و آ بي هني إيغو لأنه كل واحد فيهم هو السيس، فإذا صار بالنتيجة هيدا كاري. هيك بنكون جاوبنا على البارتي 5 أو بالأحرى بارتي 4 الأ والبي. أما بارتي 4 سي قايلي استنتج أنه الـ NB هو تانجونت للسيركل سي، فإذا بدنا نبرهن ليش الـ NB تانجونت للسيركل سي طبعا هيدي بارتي 4 سي. فإذا بدي استنتج وقايلي استنتج أنه الـ NB تانجونت للسيركل، نحن بنعرف إذا بدنا نستنتج أو بدنا نبرهن بكل الأحوال أنه دروات تانجونت للسيركل بدي برهنه بيربنديكولار على الريون تبع السيركل. فإذا طلعوا هون ليش الـ NB بده يطلع معنا تانجونت للسيركل سي؟ بكل بساطة هل الأنجل B هي 90 درجة؟ إيه. طيب ليش؟ هلا بعدنا مبرهنين شو الناتير لتري للكادريلاتير A M M B منو طالع معنا كاري. آه يعني الـ A B N إيجال 90 درجة خالصين. فإذا الـ NB بيربنديكولار على الريون O B دونك الـ NB هو تانجونت للسيركل. كيف بنكتب؟ برجع بعيد عشان تكتبوا مثل ما عم نقول. عم نقول بالكادريلاتر او بالكاري AMNB عندنا الانجل NBA ايجال 90 درجة. دونك NB كادروات بيربنديكولار على الـ OB او على الـ AB. خلصت الور NB تانجونت للسيركل C. هاي البارتي 4 سي خلصت. وصلنا عند البارتي 5. بارتي 5 فيها جزئين A و B. البارتي 5 A قايل AD اول شيء كوب MO بالجي. فاذا AD قطع ال MO، لاحظوا هيدا ال AD وهيدا ال MO التقوا مع بعض بالبوان جي. طيب فاذا 5 A قايل لي برهن انه بي جي مرق بالمليو للام A. كيف بدي برهن بي جي مرق بالمليو للام A؟ طيب هلا نوصل نحن البي جي، هيدا البي جي بدنا نبرهن انه هيدا البي جي اذا كمل حيقطع الـ AM بالمليون اللي له. ليش؟ مين بيعرف كيف بدنا نبرهن انه البي جي قاطع الـ AM بالمليون؟ بعتقد سؤال مرق معنا بالجيومتري نحن اكثر من مره لما بيقول لي برهن انه البي جي رايح على المليو تبع الاي ام، يعني عم يقول لي بطريقه غير مباشره انه كانه برهن البي جي هو ميديان. فاذا كيف بده يطلع معنا البي جي هو ميديان؟ يعني الجي شو لازم برهنها؟ طلعوا بالصوره نطلع بالتريونجل اي ام بي. بسالكم شو هو الام او بالنسبه للاي بي؟ حتقولوا ميديان. شو هو الـ AD بالنسبة للـ MB؟ كمان ميديان ريلاتيف على الـ MB لأنه مبرهنين الـ D هي المليو. دونك الـ AD ميديان، MO دوزيام ميديان، هول اثنين ميديان AD و MO التقوا بالـ G. مين بتكون الـ G بالنسبة للـ triangle؟ محل ما بيلتقوا الميديان شو بنسميها؟ سنتر دو جرافيتي. دونك بي جي حيكون هو التروازيام ميديان ريلاتيف على الاي ام، يعني بيقطعوا بالمليو. فاذا منعيد شو منقول شو منكتب؟ منقول نحن عم نطلع بالتريونجل اي بي ام، بالتريونجل اي بي ام ام او ميديان ريلاتيف على الاي بي، واضح لانه الاو هي المليو للاي بي. اي دي هو ميديان ريلاتيف على الام بي لانه ديجا ديمونتري انه D هي مليو للام بي. بنكتبهم برجع بقول انه
الميديان ام او والار دلتا او بالجي، فاذا الجي هي سونتر دو جرافيتي، دونك البي جي هو التروازيام ميديان ريلاتيف على الام او. وهالشيء بيعني بنقول بالاخر انه البي جي كوب الار ام بالمليو. طيب هيدي البارتي 5A. اخر بارتي بالسؤال 5B عم يقول كالكولي اللونجر للاو جي. فاذا طلعوا الصوره مين بيعرف كيف بدنا نجيب اللونجر للاو جي؟ او جي قد بتساوي هذا السيجمنت الصغير. هيدي انا برايي فكره اساسيه ومهمه، هيدي 5B كتبتها هون للاهميه. بدنا قديش طول الاو جي؟ مين بيعرف قديش طول الاو جي؟ ما تنسوا نحن برهنا انه الجي هي سونتر دو جرافيتي. طالما الجي هي سونتر دو جرافيتي يعني هي منا بوان عشوائي على الميديان. بتعرفوا انه السونتر دو جرافيتي بتقسم الميديان برابور واحد على اثنين. بمعنى تاني الاو جي قد ايه بتمثل بالنسبه للجي ام؟ واحد على اثنين. طيب قديش الاو جي بالنسبه للاو ام؟ واحد على ثلاثة. فينا نقول نحن مباشرة انه او جي على الاو ام ايجال ان سو تروا. ليش؟ هيدي البروبريتي للسونتر دي جرافيتي. طيب فاذا اذا الاو جي على الاو ام واحد على ثلاثة، نحن معنا خبر قديش الاو ام. طلعوا بالضمنة تبع السؤال او ام ايجال تروا رسين 5. دونك صار عندنا او جي على الـ OM اللي هي 3 رسين 5 بيقال 1 سر 3. إذا عملنا X multiplication بيطلع معنا 3 OG بيقال 3 رسين 5. دونك الـ OG بيقال رسين 5، لأنه حنقول 3 رسين 5 سر 3 بيبقى لنا رسين 5. هيك منكون جبنا المزور للـ OG، وهيك بيكون خلص الاكزرسيس. يعطيكم العافية، بشوفكم بالسؤال الجاي.